القائد شلن. مساء الفل يا عسل. مساء الفل يا بهوات. انا سفير البامبوزي. انا الملحق الثقافي لدولة بامبوزيا. عندي طلب. شرف الكبريت. يعني ايه؟ انا اسمي شرف الكبريت. يعني بابا اسمه كبريت؟ وامي ولاعة. لو سمحت. انت في سفارة محترمة. محترمة؟ امال بعتين لي ليه؟ انت بتبصبص لي ولا ايه؟ ما تحترم نفسك يا ابني. لا مؤاخذة يا باشا، اصل من عشر ام. اصل احسن شوية. لا مؤاخذة يا باشا، اصل الشنطة حساسة شوية زيي. ضحكت مين؟ ضحكت مين؟ ضحكت سوسن. سوسن سوسن. الو زكا سوسن. ايه؟ الدور السابع شقة 71. بتعملي ايه في السادس؟ لقيت زبون؟ طب خلصي السادس واطلعي السابع بعد كده. شكلك متمرس في مهنتك. ادينا بنحاول يا باشا، اصلها مسؤوليه ان انت تبقى مسؤول عن متعه 4 مليون مشترك. على كده انتوا اكبر شبكه زي ما اورني قال لي. دي ضحكه نوسه. ضحكه معفنه. نوسه. ايه؟ ما بسكيش خالص؟ ولا انا بسك؟ لا 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 لا، رجعي له فلوسه وخدي تاكسي وتعالي. انا ما ادخلش جيبي قرش حرام. يا ابني افضلي شويه، انت بتكلم ابن رئيس جمهوريه. اخبار موسى ايه؟ اؤمرني يا باشا. ركز معايا وهديلي حواجبك دي بقى. انا زهقت من النسوان النظيفه، عايز انزل للشعب، للطبقات السفلى. عايز ابقى واطي يا شرف. ما تشتمنيش يا باشا، انا احقر واحد في البلد. ده عشان فيك برضه. مديحه بحيره البجع، باليرينا سابقه ووزه حاليا. الظرف دي في ناس هياخدوها منك، كل ظرف مكتوب عليه اسم الشخص اللي هياخده. لو سمحتي انا خارج دلوقتي، لو مشيتي قبل ما ارجع تبي تتصلي بيا بالتليفون عشان اعرف عملتي ايه. اتفضلي. السلام عليكم. اهلا. انا ليه عند حضرتك ظرف؟ نعم. واسمك ايه يا سيدي؟ مرسي. مرسي. الله يخليك ويصورة يا عزيز باشا، ويجعلك دوما للغلابة اللي زي. لو سمحت. أيوة فهم. الفلوس دي بتاعت ايه؟ الله يكرمه، معاليه عرف بالصدفة ان ابني بيعمل عملية زرع قلب، فراح مصفره برا واداني القرشين دول عشان يبقوا مساعدة معايا كمان. الله يخليك وينجيك ويصورك، ربنا ينصرك. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ قولي ما تتكسفيش، خدي راحتك على الاخر. هو سيادتك ما بتعملش اي حاجه غير ان انت تقابل ستات وبس؟ يعني حضرتك ابن رئيس دوله، يعني معليه ممكن تعمل حاجات كتير. برافو، انا فعلا عايز اعمل حاجات كتير. قولي وانا اعمل على طول. معليك معليك، ممكن تقرا، ممكن تخرج، يعني بص ممكن تحاول تقرب من حاجات معليك يمكن ما تعرفهاش. عندك حق، انا تافه بصراحه. ده اللي نفسي اقوله لك، انت ابن رئيس جمهوريه، يعني الاشكال الزباله الواطيه اللي انت بتقابلها دي. ها قولي يا بسمه، فوقيني انا محتاجه افوق. اقول واخلص بقى؟ قولي انت مستشارتي. شرف اللي كان معاك ده زباله،
وسمية أزبل منه، واللي يقعد معاهم يبقى أكيد زبالة زيهم. شفت ليه تجيب الكلام لنفسك؟ أنت صح، أنا فعلا لازم أتغير يا بسمة. علميني، خليني ابقى بني ادم تاني، خليني ابقى بني ادم مختلف. انا محتاج لك يا بسمة. ايه ده؟ انت عمرك ما هتتغير.